من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. ارتبط السيف بالعرب ارتباطا وثيقا، فكانوا يعتزون ويفتخرون كل الفخر بسيوفهم، وتغنوا بها وجملوها وأطلقوا عليها أسماء كثيرة لإعجابهم بها، وصنفوها وتفننوا في صناعتها، فكانوا يصنعونها من الذهب والفضة والحديد، ويصقلونها ويضعون عليها الحلي، فكانت رمزا للفخر والعزة، لأنها السلاح الذي يحميهم ويجبر العدو على الخوف منهم. أبو تمام هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، ولد بجاسم من قرى حوران في سوريا حالياً أيام الرشيد، وكان في حداثته يسقي الماء بمصر، ثم جالس الأدباء وأخذ عنهم، وكان يتوقد ذكاء، وسحت قريحته بالنظام البديع، فسمع به المعتصم فطلبه وقدمه على الشعراء، وله فيه قصائد، وكان يوصف بطيب الأخلاق والظرف والسماحة. قد أرجف المنجمون وخوفوا من الاتجاه نحو عمورية، وتحدثوا عن أحداث جسام ستتمخض عنها الأيام. استمر الزحف فحقق النصر، وأبطل ما أرجفوا به، وأثبت السيف أنه أصدق من كتبهم، وأن حده قد ميز الحق من الباطل المفترى. بياض السيف بدد ظلام الشك الذي ألقوه على النفوس من خلال ما قرأوه في أوراقهم وكتبهم السود التي تنقل كما يقولون عن الشهب والنجوم. فما يكون لظلام الشك الذي يتسلل من هذه الصحف أن يثبت أمام لمعان السيوف وبياضها. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب.